نشرت حنان سليمان البوست ده هو اليوم الاثنين 12 ابريل 2021، وكتبت فيه: ايوه انا المسيحيه اللي مستنيه رمضان بفارغ الصبر، ايوه انا المسيحيه اللي مستنيه الزينه بتاعه رمضان، ايوه انا المسيحيه اللي مستنيه الناس يتجمعوا عشان يفطروا، ايوه انا المسيحيه اللي مستنيه المسلسلات بتاعه رمضان، ايوه انا المسيحيه اللي بيفضل ولادها يسالوها رمضان امتى، ايوه انا المسيحيه اللي شايفه ان مفيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم غير كعباده، ايوه انا المسيحيه اللي بتعشق صحابها المسلمين، ايوه انا المسيحيه اللي شايفه ان مفيش حاجه تنفع تفرق بينا، ايوه انا المسيحيه اللي ديني بيقول لي كده لان الله محبة. كل سنة واحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة، ورمضان كريم علينا كلنا، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركة. واربع قلوب حمراء، وفي الآخر كتبت المفاجأة: أنا مسلمة بس حبيت البوست ده. يعني البوست ده أصلاً مش بتاعها، بس هي شيرته وكتبت في الآخر: أنا مسلمة بس حبيت البوست ده. هنشوف بقى أسرار عنها، أعتقد ما تعرفوهاش. هناك مقولة تقول: لكل إنسان نصيب من اسم، وقد تنطبق هذه المقولة على الفنانة حنان سليمان التي أخذت نصيبا من اسمها. الحنان هي الكلمة التي يصفها بها كل من يعرفها، وهو ما تشعر به عندما تستمع لصوتها وتراه في أدائها لشخصية الأم أو المرأة الهادئة. حنان سليمان واحدة من الممثلات التي يرتاح الجمهور عند رؤيتهن على الشاشات، تجيد كل الأدوار، إلا أن أغلب المخرجين اختاروا لها دور المرأة الحالمة على عكس بدايتها التي كانت كوميدية. على عكس أغلب الممثلين الذين يحلمون بالتمثيل والشهرة، كانت حنان سليمان لا تحلم بهذا الأمر أو حتى تفكر فيه. نعم، شاركت في مسرح المدرسة، لكن حلم التمثيل لم يراودها. إذا ماذا حدث وجعلها تغير رأيها؟ حكاية طريفة قالتها حنان سليمان خلال حلوليها ضيفة في برنامج نفسنا، إذ قالت أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتحصل على شهادة بكالوريوس. فلم تحصل حنان سليمان في الثانوية العامة على مجموع جيد، وكانت ترغب في أن يكون معها شهادة جامعية، لذا التحقت بالمعهد فقط لفكرة الحصول على شهادة وليس التمثيل. خلال فترة الدراسة بدأت تحب الأمر وتفكر في أنها ستصبح ممثلة، وتم تصنيفها على أنها ممثلة كوميدية، حتى أن أول أدوارها كان كوميديا، ثم بعد ذلك تغير مسارها. ومن خلال المسرح شاركت حنان سليمان في مسرحية الجوكر مع محمد صبحي التي شكلت انطلاقة لها. وعلى صعيد السينما، كان فيلم يا رب ولد هو انطلاقاتها، ورغم تشجيعها في الواقع للزمالك ظهرت في الفيلم في دور الفتاة المهووسة بحارس مرمى الأهلي وقتها إكرام. من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لوالدتها التي رحلت من سنوات، كانت الفنانة قد نشرتها على حسابها الخاص عبر موقع الفيسبوك، وعلقت عليها آنذاك قائلة: بنتي وحبيبتي وأمي وست الحبايب وحشاني، وانتي معايا في كل نفس بتنفسه. نشرت الصورة ديت والدتها جميلة كأنها فينوس ملكة الجمال. انتوا ايه رأيكم؟ تشبه لها؟ وهنا دي حنان سليمان في صورة نادرة، وهنا في بدايتها وأول عملها بالفن. وقد أكدت كثير من المواقع أن حنان سليمان هي عمة المطربة الشهيرة أنغام، وإن كان الموضوع ده هو مش متأكدين منه، وابنها هو الفنان الشاب يحيى فودة، والذي سبق وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها تفاحة آدم وكرم الكينج وحكايات بنات. ابن حنان سليمان الممثل الشاب يحيى فودة. كتير ما عرفوش المعلومة دي، ومعلومة إنها عمة أنغام. وهنشوف تفاصيل عن أنغام بعد شوية وزيجاتها الأربعة. أنغام مولودة 19 يناير 1972، مغنية وممثلة مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، وعمها الفنان عماد عبد الحليم، وعمتها احنا شفنا حنان سليمان. دي أنغام وهي طفلة مع عمها
عماد عبد الحليم، وهنا أبناء أنغام مع والدها محمد علي سليمان أخو حنان سليمان، وهنا عماد عبد الحليم عم أنغام. تزوجت 3 مرات قبل الأخيرة ديت اللي هي من الموزع الموسيقي، وانفصلت ولديها ولدين هما عمر وعبد الرحمن. تعد أنغام من أكثر المطربات المصريات نجاحا في ال20 عام الأخير. هنا مروان اللي سجل مع أنغام أغنية عمري معاك وابنها عبد الرحمن، حتى أن البعض قد أطلق عليها مطربة مصر الأولى، كما أن ألبوماتها تسجل أعلى مبيعات في المطربات، وصدر لها ألبوم نفسي أحبك في عام 2009 وحقق مبيعات خيالية، مما اعتبره البعض عودة أنغام لسوق الكاسيت بعد آخر نجاحاتها المدوية في ألبوم عمري معاك 2003. تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها عمر. ده أول زيجتها مجدي عارف، وهي في الفرح وأنجبت منه عمر. دي مع ابنها عمر أنا في حفل التخرج. ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005. ده زوجها التاني فهد. وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقي فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات. هنا مع ابنها التاني عبد الرحمن. من فهد الشلبي الكويتي. دي صور متفرقة ليها معاه. ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها والممثل أحمد عز، وأكد هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفلين، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبر بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصل عام 2014. بعد كده اتجوزت المرة الرابعة من أحمد إبراهيم. هنا أحمد عز وأنغام. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.